أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن القمة المصرية الأوروبية بالقاهرة اليوم مثلت محطة شديدة الأهمية في العلاقات بين الجانبين. وأعلن الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك بحضور عدد من قادة الدول الأوروبية التوقيع على وثيقة إعلان سياسي مشترك مع رئيسة المفوضيات الأوروبية أورسولا فوندرلاين لإطلاق مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة. لقد مثلت زيارتكم اليوم مرحلة شديدة الأهمية في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، إذ نجحنا معا في تحقيق نقلة نوعية في شراكتنا، حيث قمت منذ قليل بالتوقيع مع السيدة أورسولا فوندرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية على وثيقة إعلان سياسي مشترك لإطلاق مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بهدف الارتقاء بمستوى التعاون من أجل تحقيق المصالح المشتركة.